كل شيء عيد ان شاء الله، فهمتيني؟ اتمينا بحال عملوه بحال دابا، عاوا الخروف شويه زيد الثمن شويه، فهمتيني؟ حيت العلف غالي شي شويه، فهمتيني؟ والدرويش راه كله يعيد، كل شيء المخير يعيد، الغنم موجوده، فهمتيني؟ خروف الغلي دير الثمن شويه، الدرقيق شويه ناقص شويه الثمن، 120 ريال الكيلو، 110، نخاله 80، فهمتيني؟ تبان لي ما طاحش 600 ريال البال، شي خير موجود، راه لا بغيتي لا بغى الانسان يعيش راه موجود الخير الحمد لله. الدراج ديال الماء كان تبارك الله، قلت لك فوق 14 كيلومتر ولا 15 ديال المعابر، دابا ولا هو تحت سلسله جديده، دابا ما لقينا لا ما شوردوا ما شربوا لا والو، الله ما واحد العوينه هي اللي نافعانا، دابا حتى الماء ديال هذاك تيقطعوه اللي غادي دابا تيبانيو مع الناس باش يشربوا حتى البهاي. كاين ثمن شويه، كاين ثمن شويه، والله يجعل البركه وكو باش عايش الفلاح واش غادي دير؟ دابا بنادم يلاه واقف على رجليه تقريبا، والله العظيم يلاه واقف على رجليه ما يوقفش، البال ديال الثمن دايره 560، النخاله دايره 2400، دابا بغاها تزاد، الشمندر دايره 100 ريال الكيلو، ايوا والزرع ما كاينش، طشتي عينك قليل داك الشيء. بالنسبه للعيد هذا العام ثمن مناسب، درويش يعيد ولي لاباس عليه عيد، وداك الشيء غادي الحمد لله الأثمنة على قد الحال. العلف غالي اخويا هذا العام، العلف غالي اخويا، والكسبه مساكن راه ضروا هذا العام، العلف غالي شحال العلف؟ وراه 120 ريال الكيلو، الشعير، الشمندر، النخاله، كل شيء غالي هذا العام اصاحبي، ما كناش ناخذوا بهذا الثمن، كنا ناخذوا بثلاثه دراهم 4 دراهم، هذا العام غالي، الثمن 60 درهم، 70 درهم البالا ديال الفصة، والآخر ديال الشعير ديال فارينب 600 500 700 راه بزاف، دراوش راهم ليلا الكسابة راه لعقنا هذا العام، العام الآخر كان العلف شوية مناسب، وكان الثمن مناسب، هذا العام راه الحمد لله ما الله ما عطانا شي شتا، قضية شوية مضرورة. العلف غالي عند درويش بزاف، راجل تقارب هاي مكتيبة باش هاد الناس ما تاكل. شحال واصلة راه كاين الحاولين يتباع جوج حوايج باعوا ب 130,000، كي غايدير بهاد درويش يعيد بهم؟ ما عندوش ما يقدرش يعيد بهم. العلف شحال ديال العلف؟ كيلو ديال الشمندر ديال 100 ريال اش غادي يوقع عشيت البهيمة؟ ما غاديش 100 100 ريال بكيلو ما عشيش كبير ما عشيش. والنخالة النخالة ب 24 100 اش غادير لك؟ خمسة ديال النخالة اش غادير لك؟ جوج فيها 103 راه غالي عند درويش وكساب راه ولا عقاوصة. السوق كان مرفق، كان درويش معيد، غالي معيد، كل شيء معيد، اليوم راه درويش غدا عقا. باين غاليين بزاف. الناس باغية تعيد الدراوش مساكن جاهم الغلا بزاف، ونطلبوا الله الخير، العلف غالية، الكسيبة غالية، والناس مساكن ثانية تابعهم المصاريف وتابعهم، والعيد غالي بزاف هاد العام أخي، كان الغلا بزاف أصاحبي، الله يصافي، واش نقول لك الدرويش مسكين ما يلحقش هاد الثمن بزاف عليه، الحولية واصل 4000 درهم 5000 درهم، الحولية لحقا 40,000. 35,000 داك الشيء غالي على الدراويش بزاف هذا العام، الله يصاوبو صافي. 1000 10,000 القنطار كيما كان، لا شعير ولا درا ولا شمندار ولا، غالي الألف بزاف والبهيم غالي، الناس مساكن باغيه تشري وما قدتش تجي تساوم ما تقدرش على الثمن اللي كاين دابا، والله اعلم من ساعة اخرى الله اعلم باش غيتبدل الوقت بالغلا ولا بالرخا، الله اعلم. ونقول للمسؤولين الله يصاوب، الا كان شي ثمن مناسب راه الناس غيعافروا يشريوا، وكان الغلا راه كاين اللي ما غيعيطش هذا العام. الغلا بزاف راه واعر الناس اخي. الله يكون في العوان اخي، الناس مساكن راه المصاريف. الناس محنين بزاف. هذا شنو هز؟ هذا شنو هز؟ هذا شنو هز؟ هو الدنيا كيهز ويدي